خلينا نروح لارض الملعب، ارجع لحضرتك تاني، نروح للزميله العزيزه روزان نصر ولقاء مع نادين السلعاوي. اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم من جديد طبعا، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز سله سيدات طبعا بنهائي كاس مصر على يعني فريق الجزيره بنتيجه 90-77، فوز مهم ولقب مهم جدا. معايا في احدى اللحظات يعني الان يعني نجمه الفريق كابتن نادين سلعاوي، برحب بيكي طبعا في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك، اداء قوي ومميز جدا منكم. كلميني بقى عن استعداداتكم قبل المواجهه يعني النهارده امام الجزيره، وكلميني احساسك بقى بعد الفوز بلقب كبير زي كاس مصر. الله يبارك فيكي، بطوله عزيزه جدا علينا، احنا مركزين من اول دقيقه، احنا التارجت بتاعنا من اول السنه ان احنا نكسب البطولات كلها، مش هممنا هنلاعب مين، احنا كل ماتش بالنسبه لنا اصلا من اول السنه بنلعب بس ان هو ماتش كاس. يعني كان حظنا حلو ان احنا لعبنا الجزيره كذا مره السنه دي، فاحنا كنا حافظينهم كويس قوي. الكوتش اشتغل معانا امبارح كتير قوي في الاوتيل على فرقه الجزيره، بين عارفين كل واحده بتعمل ايه بالظبط وطريقه دفاعاتهم، وبيدافعوا ازاي على اللعيبه المهمه، وبيجروا ازاي فاست بريك، ففصصنا كل حاجه هما بيعملوها، والحمد لله يعني قدرنا يعني نسمع الكلام وحققنا ده، وكان باين قوي يعني النهارده. خليني اسالك يا كابتن، قبل كل مباراه بيكون في تعليمات يعني من المدير الفني مختلفه طبعا قبل كل مواجهه مع كل فريق، ابرز التعليمات اللي اخذتوها قبل مواجهه النهارده؟ المحترفه كان تركيزنا عليها كويس قوي امبارح، هي حاطه 29 بوينت تقريبا، كان نص سكور نادي الجزيره، وهي يعني اللي ساعدتهم في الفوز على سبورتنج. كان تركيزنا اكبر حاجه مع فريق مع المحترفه، برده عندهم نجوم تانية كتير بس ده كان المين بتاعنا، وكمان هم بيخشوا بالسكند شوت كتير قوي، فالكوتش كان مدي تعليمات يعني ان احنا بوكس اوت ونلم ريباوند. ببارك لك طبعا يا كابتن، الف مبروك مره ثانيه، بشكرك، شكرا، كل التوفيق. كابتن هيثم طبعا ده كان لقائنا مع كابتن نادين السلعاوي احد نجمات طبعا سله الاهلي، طبعا بشكرك كابتن، ويعني عوده ليك مره ثانيه. روزان نصر زميلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه نادين السلعاوي من احسن المواسم اللي عملها السنه دي، يعني فرقه مع الفريق بشكل كبير طبعا مع باقي اللاعبات، بس ما شاء الله رب يعني ربنا يحميها، عامله فورم جيده. كابتن عمرو اجي لك، يمكن كنا بنكمل كلامنا انه الفريق شكله حلو، الفريق يعني يعني مستعد بشكل جيد، والجميل ان مستواه ثابت.